في 2018 فيه 50,000 حالة جديدة للسرطان. الربعة اللي راهم الأولين اللي قلهم اهتمام خاص هما هدو هما، يعني الثدي، الكولون المستقيم، الرية والبروستات عند الرجل. رانا توصلنا حتى نقدر نقولوا 70% من يعني هذا المخطط. احنا درنا في هذا التقييم الاشياء اللي كنت نتكلم عليها في الوقايه، الطبغ والتشخيص المبكر خاصه سرطان الثدي، ولكن رانا عندنا عمليات اخرى ما نقدرش نفصلها درك تخص السرطان الكولون والمستقيم، لو كانسير دو كولون اي دو ريكتوم، اللي رانا انطلقنا في نفس العمليه ولكن في ثلاث جوايع في الاول باش ننتشروها الخمسه وسبعه. ثلاث جوايع الاولى هي باتنا وبجايه وعنبه. السرطان الثدي عند المرأة وسرطان الكولون المستقيم الكولون اي لو ريكتوم، il y a plusieurs thèses qui sont en train d'être faites et je ne peux pas donner de chiffres. Mais sur le terrain, alors que ça ne faisait pas avant, grâce à ces travaux, on est en train de découvrir de plus en plus de cancers précoces, effectivement. Ce qui ne se faisait pas avant. Du côté pratique, sur le terrain, les chirurgiens, les radiothérapeutes disent qu'il y a de plus en plus de cancers au stade précoce qui nous arrivent. Mekanish Bled, li fait Tagdam Rabah Marakez, il a 21 Marakez. مخصة للسرطان في ظرف أقل من 10 سنوات. فيما يخص الآليات كنا كما قلت واحد 15-14 آلية، درك رانا قربوا 70 في كل البلاد، منهم 6 مراكز خاصة. الشيء اللي راه ناقص هو التخصصات الإنسانية، موش التخصصات تاع الآلات، لأن الآلات اللي شراتهم الجزائر ب يعني مبالغ باهظة، ربما كان فيها حتى شوية من التدبير التبذير، لكن هذا موضوع آخر. ولكن لاحظنا وقلنا في عدة مرات بأن فيما يخص التخصص العلمي الإنساني المحض فيه نقائص. علاش؟ أولا في لي زانديكاسيون، واش من مريض نعملوا له لا راديوثيرابي وان هو المريض اللي ما نعملوش لا راديوثيرابي. المريض يسحق هذوك ثلاث انواع تاع العلاج، جراحه، اشعه، ولا كيميوثيرابي، بصفه عامه نتكلفوا به نتولهوا به يعني بصفه مليحه. ولكن لما يتطلب هذيك لو سوتيان بسيكولوجيك تما رانا ناقصين شويه، وهذا يفسر علاش اكثر المرضى لما تسمعي بالاشياء اللي يشكيوا بها، يشكيوا خاصه صحيح بنقص الادويه الى اخره، ولكن يشكيوا بعدم او نقص كيفيه الاستقبال والتوجيه الى اخره.
يعني ما كان سرطان يعني حزننا كأطباء أو ك يعني أب وإلا أم كسرطان طفل. لما أب يسمع وإلا الأم خاصة تسمع باللي ولدها عنده سرطان هو في عمره 5 ولا 10 سنين، يعني الرد تاعها الأول علاش ربي ما عطانيش أنا سرطان. إذن لابد من اهتمام خاص لهذا سرطان الأطفال، ولهذا يعني عملنا له احنا محور خاص ب يعني avec des recommandations particulières. والأول أولوية تاع لي ريكومونداسيون هذه أن يكون فيه تأسيس مصلحة خاصة لمرض السرطان عندها كل الإمكانيات المادية والبشرية للتكفل بهذا السرطان، وللأسف لليوم هذا ماهوش موجود. وربما علاش لا يعني بناء مستشفى متخصص لهذا الغرض.